اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل فقرتنا النهارده. بنستقبل واحد من نجوم نادي الاسماعيلي، واحد من المدربين اللي بيشرفوا الكره المصريه في المستوى العربي، كابتن مصر النادي الاسماعيلي كابتن ابو طالب بالعسوي. مساء الخير يا كابتن، منورنا. مساء الخير يا محمد، زي حضرتك، تحيه لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا كابتن، ودايما كده ان شاء الله تكون معانا. كابتن ابو طالب، هبدا من وجودك في عمان. صراحه تجربه المدرب المصري اللي بيطلع على المستوى الوطن العربي يبتدي يحقق نتائج ونجاحات بتبقى حاجة إيجابية جدا للكرة المصرية، وبيبقى الواحد فرحان ومبسوط إن عنده يعني تشريف في الكرة المصرية في من خلال المدربين. تجربة حضرتك مع نادي العروبة يعني كيف تسير حتى الآن؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن الحمد لله، يمكن أنا دي تاني مرة أروح لعمان. أول مرة كان 2013 كان مع نادي سور، كان عن طريق كابتن ناصر يوسف المخيني، ده كابتن نادي العروبة، وكان مدرب نادي العروبة، وحد من الشخصيات العزيزة جدا ومن الشخصيات المحترمة جدا اللي بنحبها ودايما مساند لينا في جميع الأوقات، وهو برضو كان السبب في التعاقد مع نادي العروبة السنة دي، ومحب جدا نادي العروبة، وإحنا إنسان عزيز جدا علينا وكل الشعب العماني، إحنا بنحبه وبنحترمه. وبداية طبعا رحنا نادي العروبة، ظروف كانت صعبة جدا. يمكن السنه اللي فاتت نادي العروبه كان ترتيبه الثالث على مستوى الدوري العماني. هو نادي العروبه زي احنا بنقول عليه زي النادي الاسماعيلي هنا في مصر، فريق ليه محبين ومشجعين في كل جميع انحاء سلطنه عمان. هو بيقع في مسقط ولا في، لا هو في ولايه سور، يعني من عاصمه عمان مسقط. مسقط طبعا يبعد عن مسقط حوالي ساعتين الا ربع كده، مدينه ولايه سور، من الانديه العريقه، من الانديه الكبيره، من الانديه عندها شعبيه جماهيريه، عندهم بطولات برضو ودوري وكاس، ودايما عندهم لعيبه بتروح المنتخب العماني. يمكن السنه دي مشي منه حوالي 7-8 لعيبه اللي هم كانوا عندهم خبرات واساسيين، ورحنا على هذا الوضع. كابتن ناصر كلمني والاخ حمد عبد الله ابو مريم، ده برضو من الشخصيات الجميله اللي هم كانوا السبب ان احنا رحنا وتعاقدنا مع نادي العروبه. الظروف كانت صعبه شويه، كان الاعداد مش على نفس درجة الكفاءة أو الدرجة الجيدة جدا بالنسبة للإعداد للدوري. يمكن رحت أنا قبل الدوري ما يبدأ حوالي 12 يوم، معايا جهاز فني مكون من الكابتن عاطف عبد العزيز طبعا نجم النادي الإسماعيلي ومدرب عام، كابتن أحمد عبده برضه نجم النادي الإسماعيلي وحارس مرمى النادي الإسماعيلي، طبعا كان شويت لا أنا طبعا طبعا، وكمدرب حراس المرمى، وعاطف عبد العزيز طبعا من نجوم الكرة المصرية. والحمد لله استلمنا المهمه في ظروف صعبه جدا زي ما بقول لحضرتك. 12 يوم وهيبدا الدوري، يمكن عملنا مباراه وديه واحده، اضطرينا ان احنا نصعد لعيبه من الفريق الاولمبي حوالي 10 لعيبه او 9 لعيبه. هاخد حضرتك لحاجه مهمه جدا، يمكن الدوري العماني والكره العمانيه ومنتخب عمان اللي انت حضرتك بتقول كان فيه لعيبه كتير بتروح للمنتخب، مختلف عن طبيعه الخليج. يعني اللعيب العماني لعيب حريف، لعيب بيبقى له تواجد مع المنتخب، منتخب عماني دايما موجود فيه بالذات بطولات خليجي. تمام. وعلى الصعيد الاسيوي يمكن مش عندهم نفس الدعم اللي موجود عند مثلا المنتخبات السعوديه والامارات يمكن، بس المنتخب العماني تصنيفا مع الكويت من يعني من البلاد اللي فيها مواهب. تمام، كلام حضرتك مظبوط 100%. الكره العمانيه ولاده بدايه من حراس المرمى على الحبسي وغيره 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 والدوري الانجليزي يعني. ما انا بقول لحضرتك، وعنده على طول عنده لعيبه كويسه جدا فعلا، لعيبه عندها موهبه، عندها مهاره، دايما عنده لعيبه دائما عندهم مهاره، لانهم بيحبوا يلعبوا الكوره وهم عاشقين للكوره العالميه والبرازيليه بالاخص، واللي طبعا متابعين جدا للكوره العربيه والدوري المصري على الاخص. ويعني واحنا في وسطهم سعداء جدا بوصولنا كاس العالم، كان فرحه عامره كبيره جدا. فرحانين يا كابتن؟ جدا فرحانين جدا، والنهارده زي ما بقول لحضرتك قاعدين معاهم متابعين المنتخب المصري، متابعين اللعيبه المصريين خاصه محمد صلاح اللي طبعا كلنا فرحانين بيه وحصوله على الكره الذهبيه في البي بي سي، وربنا يوفقه وان شاء الله الرحمن ياخدها طبعا باذن الله. زي ما بقول لحضرتك فعلا المنتخب العماني من الفرق اللي بتلعب كره جميله، من الفرق اللي عندها حلاوه في الاداء. يمكن بطولاتهم على مستوى الخليج قليله، يمكن هم كسبوا الخليج مره، لكن كان وصلوا يعني بيوصلوا متواجدين، بيوصلوا النهائي، بيوصلوا السيمي فاينل. مصر يا كابتن ابو طالب الى حد ما بيبقى مفاجاه، لكن اللي متابع كره اسيا بيبتدي عليه. حضرتك بتتكلم على محمد صلاح، وادي محمد صلاح بيتم تكريمه من يورجن كلوب. صحيح. وبرضه لفته كويسه يا كابتن ان مدرب الفريق هو اللي بيديله الجايزه. طبعا قيمه كبيره جدا ان كمان هو يورجن كلوب هو اللي جايب محمد صلاح من روما. نعم. وهو اللي كان متابعه. نعم. ومقتنع جدا بموهبته محمد صلاح.
قدوة وشرف ومثل يحتذى به لكل شبابنا، ويعني حاجة جميلة حتى بناتنا يعني، حتى انا عندي حلها يعني فعلا حضرتك شايفه فعلا من النموذج اللي لازم كل نموذج الناس تقلده. انا بقول لحضرتك الشباب، انا بقول لك حضرتك البنات، انا عندي يعني عندي في البيت هيلة وسراء وسراء وياسين ربنا يحفظهم كلهم، بيحبوا يعشقوا ياسين محمد صلاح. انا سهيلة تقول لي يا بابا هات لي تيشيرت محمد صلاح وانت حاضر، فيشوف لدرجة ايه يعني الشباب والبنات، لان محمد انسان خلوق جدا، اخلاقه عاليه جدا، انسان لاعب على مستوى عالي جدا، مستوى مهاري، عنده سرعه، عنده مهاره، عنده فكر، عنده موهبه في التهديف رغم ان هو مش فروت صريح. يعني الفتره البسيطه دي اللي قضاها في الدوري الانجليزي قدر يعمل ريكورد جامد جدا، سواء بفوزه بلاعب الشهر اكتر من مره، هداف الدوري الانجليزي، اول لعيب في فريق ليفربول كلاعب في صفوف ليفربول يحرز 9 اهداف في حوالي 8 مباريات الاولانيين، يعني عمل حاجات تشرف الكره المصريه وتشرفنا جميعا، وبنتمنى له طبعا التوفيق، وكل لاعبتنا المحترفين نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نرجع تاني للدوري العماني، هل الدوري العماني فيه اختلاف عن طبيعه الدوري المصري؟ هو برضو الدوري العماني زيه زي الدوري المصري، زي الدوري السعودي، زي الدوري الاماراتي، ولو ان يعني احنا بنقول ايه، هناك الموهبه في الدوري العماني في مواهب، لكن على المستوى الاعلامي او على مستوى التسويق او على برضو مش بنفس درجه الدوري السعودي او الدوري الاماراتي او الدوري المصري، لكن بيبرز وبيفرز لعيبه على مستوى عالي في انديه قويه. يعني نادي السويق النهارده هو متصدر الدوري، لعب 13 مباراه 11 مكسب وهزيمه وحيده من النهضه ودرون معانا، بقيه المباريات كسبها، نادي من الانديه القويه الانديه الكويسه. النهارده زي ما حضرتك قلت الدوري العماني في 4 مدربين مصريين، وده شرف لينا للمدربين المصريين. طب احنا معانا على الهاتف المهندس جابر سعيد المخيمي من نادي العمارة، رئيس النادي. رئيس النادي يا فندم. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن محمد اهلا بك يا فندم، الكباتن اللي معاك كابتن ابو طالب اعتقد معاك حاليا. اهلا باشمهندس، الله يحفظك، تحياتي لكم من صدر عمان. وتحياتي لحضرتك ولكل شعب عمان، شعب عمان الشقيق المحترم. جزاك الله خير من طيبكم، كذلك الاخوه في مصر واعزاء واشقاء دايما باذن الله، ولهم كل احترام وتقدير. طبعا يا فندم، حضرتك كنت سعيد بتاهل منتخب مصر كاس العالم؟ والله اكيد سعيد حبيبي، احنا متابعين مصر من 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 سنين، من زمان يعني، ودائما في سواء كان في تصفيات كاس العالم او تصفيات الامم الافريقيه والبطولات اللي حققها منتخب مصر، دائما بكل فوز نسب بكل امانه يعني، كان الفوز عماني دائما لما تكون في مشاركات لمنتخب مصر وحتى المنتخبات العربيه الاخرى يعني. بالتأكيد هذا فخر لكل عربي حبيبي، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والوصول الى يعني مراحل متقدمه في البطوله ان شاء الله. فندم برضو عايز اقول لحضرتك ان كنت لسه بتحدث مع كابتن ابو طالب، بقول له ان الكره العمانيه دائما وابدا بيبقى ليها تواجد خاصه في بطولات خليجي، في مواهب جميله جدا بنفاجئ بها في اداء المنتخب العماني، مش بس علي الحفص الحارس، لا في نجوم كتير كانت واحنا بنبص على المنتخب العماني بنحس ان في موهبه، في مهاره، الناس بتعشق كرة القدم. والله بطبيعة كرة القدم أولا في عمان أخي العزيز هي الكرة الشعبية الأولى. نعم. والشباب ما شاء الله يمارسوها في 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 في, في الأندية وفي الحواري في الأحياء في الشواطئ، أنت لو تجي مثلا أي زائر يجي لعمان وعلى امتداد الشاطئ بيحصل ناس يلعبون كرة قدم ويمارسوا كرة القدم، فكرة القدم عندنا في عمان لها يعني انتشار واسع. لكن طبعا دائما لما تكون للنجاحات والامور لازم تتوفر بعض العوامل اللي ساعات تكون متوفره في بعض الفترات وفترات اخرى ما تتوفر. نعم. و يعني منتخب كان لنا الفتره الاخيره كان عندنا منتخب ذهبي جدا متميز. نعم. وحاليا برضه المنتخب في مرحله تجديد في المنتخب حاصله، ونتمنى لهم التوفيق في كاس الخليج اللي راح تلعب ان شاء الله بتاريخ 22 ديسمبر الى
الى الى 5 يناير. هذه طبعا نقلت من قطر للكويت بمشاركه جميع منتخبات الخليج الحمد لله. نعم. اللهم يوحد الصف ويلم الشمل ان شاء الله باذن الله. فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. والمنتخب حاليا في مرحله يعني معسكر اعداد على اساس البطوله هذه ان شاء الله. طيب حضرتك شايف ان التنافس على بطوله خليجي من قبل المنتخب العماني بيبقى اقوى من التنافس على الالقاب الاسيويه؟ انت تعرف عاده المنافسات لما تكون بين الدول المجاوره والتربيات والامور هذه لها 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 عوامل كثيره تعمل نوع من 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 الحوافز عند اللاعبين، سواء كانت المواضيع جماهيريه او 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 عشق منافسه مع الجار، وهي تحصل دائما عندنا هنا مباريات التربيات اللي تحصل مثلا بين الامارات وعمان مثلا السعوديه والكويت و و و المباريات هذه يكون لها نوع من النديه وحتى عند اللاعب نفسه. نعم. يعني يكون عطاء نفسي وعطاء نفسي ومعنوي يختلف حتى زياده على العطاء الفني، فبالتالي تكون المباريات هذه نوع من 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 يعني فيها حماس فيها قوه، فحتى العطاء يكون افضل من حتى من البطولات الاسيويه حسب ما اشوفه انا صراحه بكل امانه. نعم هو واضح للكل يا فندم. طب عايز اخد حضرتك بقى لنادي العروبه، يعني ما هي طموحات سيادتك مع لتحقيقه مع نادي العروبه؟ نادي العروبه على اساس نفهم الوضع اللي حصل، طبعا احنا كمجلس اداره احنا استلمنا تقريبا في صفه مؤقته في قبل اسبوعين تقريبا، وتعاملنا مع في فتره كان في فراغ اداري لمده 3 اسابيع قبلها، كنا نسير الامور بصفه غير رسميه. وان شاء الله باخر الشهر راح تكون في تزكيه للاداره لمده 4 سنوات. هذا بالنسبه للعمل الاداري بالنسبه لنا، لكن الفتره اللي كنا موجودين فيها وكنا متابعين من خلف يعني كاعضاء استشاريين بالنادي والامور هذه، يعني هو الفريق بدا متاخر في اعداد لان مثل ما قلت لك كان في فراغ اداري. جت لجنه مؤقته مسكت 3 اشهر رسميا وهي يعني واصلت لمده 2 شهر، وبعدين الشهر الاخير اعتذرت. نعم. لكن للامانه الجهود اللي بذلت من الكابتن ابو طالب رغم وصوله في فتره متاخره وما كان في فتره اعداد يعني كافيه للفريق، والاعتماد على مجموعه كبيره من عناصر الشباب بالفريق الاولمبي، والجهود اللي بدات بكل امانه جهود صراحه كبيره جدا. نشكر عليها الكابتن ابو طالب والكابتن عاطف والاخ احمد والشباب اللي معاه المجموعه في الطاقم التدريبي، عملوا تضحيات كبيره للامانه مع الفريق، ويعني واصبح الفريق اليوم منافس للمراكز الشرفيه، وحتى يمكن مع الوقت ان شاء الله اذا تحسنت الظروف وكان الوضع افضل قد نسعى للمنافسه حتى على اللقب عندي، ولو ان في فارق نقطي حاليا، لكن بكل حادثه الحديث وقتها ان شاء الله. يعني حضرتك في طموحاتك المنافسه على لقب الدوري العماني، هل في طموحات الوجود الاسيوي في دوري ابطال اسيا؟ لا احنا شوف في نادي العروبه من يعتبر من اولا من الانديه اذا كان صح مسمى الانديه الكبار، يعني دائما في ناس ترفض المسمى هذا، لكن معروفه في كل دوله في 5 أو 6 انديه هي اللي حققت اكثر بطولات وهي اللي دائما تكون متواجده. نعم. العروبه احد هذه الانديه. العروبه من 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 اكثر الانديه المقدية للمنتخبات الوطنيه على مدر تقريبا خلينا نقول احنا 47 سنه بالنهضه المباركه من تولي مولاي حضرة صاحب جلالة السلطان حفظ عمان. نعم. لكن كرة القدم يعني بدأت فعلا تقريبا من 72 يقول 45 سنه، ونادي العروبه دائما يعني مزود رئيسي للمنتخبات العمانيه في معظم المراحل. نعم. فبالتالي احنا كنادي العروبه دائما الطموح عندنا، ونادي جماهيري فبالتالي دائما الطموح والمطالبه سواء كان من الادارات او حتى من الجماهير بين العروبه لابد ان يكون في المقدمه ومنافس دائم. لا وحتى حتى اسمه فندم اسمه بغض النظر يعني يخلي الواحد يتمنى ان هو دايما يبقى في المقدمه اسم العروبه. لان الاسم اكيد حبيبي. نعم. فاحنا احنا احنا نقوله السيد الفاضل ان 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 دائما هذا مطلب عندنا احنا جماهيري وحتى في الادارات، وحتى ابو طالب عارف الكلام هذا، كابتن ابو طالب عارف. بغض النظر عن مهما تكون الظروف، نلعب بفريق اولمبي، نلعب ب
اللي يكون الفريق هذا لازم يكون متواجد بطريقه او باخرى. الكل يعتمد يعني يعمل على هالاساس. اما بالنسبه للبطوله الاسيويه والامور هذه طبعا تعرف انت لازم الفريق اول يتاهل يحضر احد المراكز الاولى الاول او الثاني او انه يكون بطل كاس او يكون بطل دوري، وبنفس الوقت يدخل تصفيات. والان الاتحاد الاسيوي يعمل بنظام التراخيص بحيث ان الانديه لازم تاخذ الترخيص الدولي او الترخيص الاسيوي بمعنى اصح على اساس تنافس في البطولات كاس الاتحاد الاسيوي او كان حتى في 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 دوري ابطال اسيا. نعم. فهناك بعض العوامل وبعض المقومات المفروض تتوفر للمنافسه. احنا حاليا نتحدث عن الموسم الحالي. نعم. على واحنا جلسنا عدد جلسات مع الكابتن ابو طالب والكباتن في الطاقم الفني معنا وحتى الاخوه في الطاقم الاداري. يعني احنا طموحاتنا معقوله، احنا سنسعى لتواجد ليظل اسم نادي العروبه مثل ما يعرف الجميع منافس ومتواجد بقوه. عندي اللي كتب ان شاء الله رب العالمين لنا، عندي احنا راضين به وان شاء الله راح يكون التخطيط افضل للمستقبل باذن الله للمواسم القادمه ان شاء الله. فندم عايز اسال حضرتك يعني احساسك ورايك في محمد صلاح بفوزه بجائزه افضل لاعب في البي بي سي. والله يا ابو صلاح احنا ايش اقول لك، يعني متابعه وفخورين به، وانا شاهدت كم مباراه له مع ناديه واهدافه والامور هذه كلها، هذا شيء فخر صراحه لنا كعرب. نعم. كرياضيين بكل امانه يعني، ونتمنى له التوفيق دائما هو واخوانه اللاعبين في المنتخب المصري والمنتخب المصري والمنتخب السعودي ان شاء الله في كاس العالم بكل امانه باذن الله. طيب يا فندم برضه هسال حضرتك عن رايك في النادي الاهلي، احنا هنا قناه النادي الاهلي فلازم اسالك عن النادي الاهلي. الاهلي انا ما في الفتره الاخيره نعم للظروف اللي حاصله معانا والله ما تابعت كثير، لكن نعم. يظل الاهلي هو نادي نعم. يكفي نعم. والاسماء اللي خرجها النادي الاهلي احنا من واحنا صغار واحنا نعشقها ونتابعها. بس قول لي شو الحين حد انا سؤالي هدف مجدي عبد الغني كيد نعم. وين؟ نعم حكيت ما هدف كابتن مجدي في كاس العالم بقى. حد هيجيب هدف ثاني ولا هيبقى لا ان شاء الله ان شاء الله احنا كلنا بندعي والله هنا في مصر وانتم دعوا كمان في عمان ان شاء الله حد هنجيب ان شاء الله يجيب جون ثاني في كاس العالم. وكان في عبد الرحمن فوزي بس في 34 ما كانش في تصوير. ايوه ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك. بشكر حضرتك يا فندم ودايما كده ان شاء الله في مزيد من التقدم لنادي العروبه يا فندم. الف الف شكر للمهندس جبر سعيد المخيني رئيس مجلس إدارة طبعا نادي العروبة العماني وشعب العمان الشقيق، شعب الواحد يحبه كابتن أبو طالب، شعب جميل، شعب ودود، شعب يعني كريم، شعب متواضع، بنحبهم بصراحة بنحترمهم زي كل الشعوب العربية. برضو زي ما بقول لحضرتك أن يمكن المهندس جبر ومجلس إدارته متفاهمين، مجلس محترم استلم في ظروف صعبة جدا وربنا يعينهم على الموقف الصعب، وهم أدوا وهم دخلوا دخلة كويسة الحمد لله وصرفوا بعض مستحقات للاعبين وبعض الرواتب وفي حاجات شغالين عليها. وبرضو بنشكر المجلس القديم اللي هو كان متولي المسؤولية قبل منهم، حاول واجتهد وبنشكرهم. المجالس يعني عشان تكون في مسار الصح صحيح بيسلموا بعض صحيح يعني. صحيح، لكن هو فعلا مجلس الإدارة يعني متفاهم، مجلس المهندس جبر وكله منسجم وحابب يعمل نقله نوعيه ونقله اداريه ونقله اعلاميه ونقله رياضيه، فاحنا بنشكرهم ان هم قدروا وقبلوا يتولوا المسؤوليه الصعبه في الظروف دي، واحنا وهم في مركب واحد. وان شاء الله الرحمن بنقول بنوعد جمهور العروبه الكبير زي ما قال الباشمهندس ان احنا بنشتغل وبنتعب وبنجتهد ونقدر نقدم ان شاء الله الرحمن الدور الثاني افضل. مع نادي العروبه هذا الموسم طموحاتك ايه؟ يعني ايه اللي قلته الاداره هذا الموسم انا بحاول ان انا احققه؟ هو للامانه يمكن زي ما بقول لحضرتك يمكن انا ما كملتش كلام، رحنا كان لعيبه كتيره جدا مشيت اساسيه
قدرنا نطلع حوالي 10 لعيب او 11 لاعب من الفريق الاولمبي. النهارده بصفه اساسيه بيلعب حوالي في التشكيله الاساسيه للفريق من 5 لـ6 لاعبين اولمبي. الاولمبي اللي هو تحت 21. تحت 21 عندنا هنا في مصر احنا ما بنقولش عليه الاولمبي، من الفريق الشباب. ايوه عندنا هم 20 سنه و19 سنه برضه. ف منهم عندنا 4 لعيبه من منتخب اولمبي عمان، 4 اساسيين، حارس مرمى ابراهيم وسمير الظهير اليسار ومعتصم ويوسف ناصر المهاجم. يمكن في لعيبه اول مره تلعب السنه دي معانا وظهروا مسرع جدا، ومنهم المهاجم اللي هو الواعد ان شاء الله يوسف ناصر، نتمنى له التوفيق، مهاجم واعد صغير في السن. في كمان سويني، في لعيبه كتير على مستوى عالي وجايين. ولعبنا كمان المباراه الاخيره في لعيب مواليد 2000 لعبناه وظهر بشكل كويس، خطاب، وفي عمار، في لعيبه كتير عشان انا بس بخاف انسى اسمائهم، لكن عاملين شكل كويس وعاملين نقله كبيره. طموحنا ان احنا النهارده في المركز الرابع، وده بالنسبه للظروف الفتره اللي فاتت، بالنسبه للاعداد وللظروف، وان ما فيش لعيبه عندها خبرات كتير، ومعظم الفريق 80% منه عناصر شابه زي ما بقول لحضرتك. قدرنا نوصل بفضل ربنا المركز الرابع، بيننا وبين المركز الثالث نقطتين فقط لا غير، يعني تكسب ماتش ويحصل اي تعادل وبقيت انت في فده طبعا احنا شغالين على كده ان احنا نستمر في باذن الله من نفس المستوى نفس الاداء، نقدر نقدم كوره حلوه ترضي جمهور العروبة لانه عاشق جدا للكوره الحلوه. انت بتحب زي نادي يعني الاسماعيلي بالظبط. بكلمك كده، فكرك، هل فكرك بالظبط بيتنقل للعيبه؟ هل طريقه ادائك انت بتحب تلعب اني كوره؟ اكيد اكيد هم حاسين ان احنا بنحب نلعب كوره على الارض، بنحب نلعب يبقى في جبهات هجوميه، يبقى في خطوط دفاعيه، يبقى في ابتكار، يبقى في ابداع، يبقى في المشجع العرباوي يبقى فرحان ومبسوط وبيستمتع وبيشوف فرقته، او اي حد مش نادي العروبه، ده حاجه تشغلنا جدا. اذا نقدم مستوى يليق باسم نادي العروبه ككره حلوه وكنتائج، وده وصلنا الحمد لله للمركز الرابع. ما حدش كان يتصور ان احنا نوصل للمركز الرابع. من ابرز المنافسين بقى؟ المنافسين طبعا في السويق ده اول، ده منفرد السويق. يعني فريق السويق ده اول منفرد. في موجود ظفر بطل الدوري السنه اللي فاتت، لكن السنه دي ترتيبه صعب جدا، ترتيبه التاسع متاخر. يمكن احنا ثالث مباراه كان معاه في ملعبه وتعادلنا معاه 1-1، احنا كنا كسبانين ظفار 1-0 وهم تعادلوا معانا بضرب الجزاء. قدرنا في نادي الشباب ترتيبه الثاني 26 بونت، النصر 24 بونت، احنا 22 بونت، يعني الامور كلها قريبه والدور الثاني كله متاح، ولينا الطموح وعندنا الاراده وعندنا التحدي ان احنا نقدر باذن الله نعمل اضافات كويسه. هل في شهر واحد يعني تعاقدات في يناير ان شاء الله الرحمن؟ اكيد باذن الله. احنا في لعيبه مصريين في دماغ حضرتك؟ والله احنا دلوقتي يعني ممكن بنسعى ان احنا نتعاقد مع مهاجم صريح، محتاجين مهاجم. فالنمره واحد بنقول مهاجم افريقي، بيجي في ذهننا المهاجم الافريقي، عنده القوه، عنده السرعه، عنده الطموح. الافريقي ده ممكن يتحط مع المصري ولا ممكن مختلف؟ لا ممكن ممكن يعني. لكن احنا بنقول اضافتنا في شهر واحد باذن الله بالاتفاق مع مجلس اداره والمهندس جبر، هيبقى في اضافات باذن الله محترم، هيبقى في معسكر باذن الله كويس. مع حضرتك للتمني، مين اللعيب اللي تتمنى مصري يكون معاك في نادي العروبه؟ اللعيب المصري اللي انت تتمنى ان هو يكون معاك؟ والله يعني هم طبعا كتير، يعني انا اتمنى طبعا ابراهيم حسن يبقى معايا في نادي العروبه. طبعا اتمنى يعني اتمنى عماد متعب. يمكن انا السنه اللي فاتت كنت حابب متواجد معايا في النادي الاسماعيلي لما كنت انا متولي المسؤوليه كمدير فني النادي الاسماعيلي. عماد هجام، مهاجم هجام فعلا طبعا، لا بس هجام على الكرة بس بوعي وبفكر ذكي وبرؤيه. وعماد من الرؤساء الحربة القليلين اللي هم جم في الفتره الاخيره. وانا فعلا مهاجم شاطر هداف، عنده رؤيه، يصنع هدف، يعمل هدف، عنده ثقه، عنده جراه. يعني كمان في لعيبه انا كنت اتمنى وكنت برضه اتمنى ان انا اضم النادي الاسماعيلي السنه اللي فاتت، واتكلمت مع والده للعروبه مش الاسماعيلي. احمد حمدي لعيب يعجبني جدا، لاعب النادي الاهلي الشاب. انا برضه كنت يمكن اتكلمت مع والده السنه اللي فاتت عشان اضم النادي الاسماعيلي، وهو برضه لعيب يعجبني، عنده مهاره وعنده جراه وعنده ثقه. هم دول طبعا اللعيبه اللي انا يعني اتمنى.
وفي طبعا لعيبه كتير بس طبعا متعب بقى وانت يعني طبعا طبعا طب طبعا على طول جاي طبعًا. على طول هنا ايه الزمايلنا في الاخر ما بيكدبوش خالص. لا طبعا لما انا بقول لك عماد من المهاجمين قليلين اللي قدر يحط بصمه قويه جدا زي ما بقول لك عماد مهاجم هداف حريف عنده فكر عنده رؤيه بيسجل بدماغه بيسجل برجله اليمين بيسجل برجله الشمال زي الكره دي ماتش الاهلي والزمالك وعنده في اوقات صعبه جدا اخرها مباراه النهائي افريقيا من سنتين الكونفدراليه يعني الكونفدراليه يعني خلاص وفريق جنوب افريقيا راح وعمال يضيع وخلاص الوقت خلص والوقت الضايع ويعني بص حتى شوف الهدف ده عنده ثقه عنده فكر بيقدر يتحكم وعنده رؤيه وعنده هدوء هدوء كده عنده هدوء امام المرمى طبعا اللي امام طبعًا. المرمى ده طبعا ده لو موجود عند ازارو طبعا يبقى حاجه ثانيه اكيد 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 نعم. اكيد يعني مفيش لعيبه غير دول عايزهم بالعروبه يا كابتن والله ما انا بقول لك يعني اتمنى يعني منك بانفراد كده لا والله لسه فيش احنا يعني زي ما بقول لك مركزين ان احنا نجيب مهاجم افريقي قوي لان احنا محتاجين مهاجم مع يوسف ناصر يوسف ناصر ده عماني طبعا عماني هو ولد لسه اول يعني من ولاد النادي من فريق اولمبيا هو اول مره يلعب السنه الدرجه اولى الحمد لله هو هداف الفريق عنده جايب حوالي خمس اهداف اربعه في الدوري وهدف في الكاس وهو مصدر خطوره للخصوم بنسعى ان احنا نجيب معاه مهاجم افريقي مع بقيه الفريق اللي هو الوقت بقى في انسجام بين عناصر التيم كلهم بداوا يفهموا بعض بداوا يلعبوا كره على الارض لدرجه ان في احدى المباريات قدرنا نعمل حوالي 22 باصه قبل ما نروح نجيب جول فدي كانت حاجه بتطبقوا معاهم في التمرين الحمد لله طبعا اكيد احنا بنشتغل عليها كتير بنلعب كره كتير في مساحات صغيره بنحفظ اللعيبه في الملعب وبره الملعب بنشتغل عليهم نفسي وده مهم جدا انك ازاي تدي اللاعب الصغير ده ثقه بتدي له جراه بتطمنه ان انت ما تقلقش العب براحتك انت 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 في نادي كبير لازم يبقى عندك طموح لازم نرضي جمهورنا اللي مستنينا نقدم احسن كوره واحسن اداء واحسن فمن هنا الحمد لله احنا فهمنا بعض جدا بسرعه كجهاز فني زي ما قلت لحضرتك انا كابتن عاطف عبد العزيز كابتن احمد عبده مدرب الحراس مع اللعيبه هم اخواتنا الصغيرين مع مجلس اداره مع جمهور العروبه اللي متواجد معانا في التدريبات مع المحبين والداعمين وعلى راسهم قلت لحضرتك الكابتن ناصر يوسف المخيني ومحمد عبد الله ابو مريم وعبد الوهاب وكل الناس اللي بيحبوا نادي العروبه باخلاص. مين يا كابتن اللعيب اللي مثلا مصري اللعيبه بتسالك عليه في نادي العروبه؟ يعني مين اكتر لعيب عنده شعبيه وشهره هناك؟ هو طبعا محمد صلاح طبعا بسم الله ما شاء الله عبد الله سعيد طبعا الناس طبعا بتحبه وبيسالوا عليه نجم كبير عبدالله. طبعا طبعا اما بنيجي بقى احنا طبعا بنتفرج على ماتشات الاسماعيلي احنا على طول انا لازم معلش اصل عبد الله ما ينفعش يجي ويمشي كده عبد الله لعيب ممتع وترمومتر مش بس النادي الاهلي منتخب مصر على فوقان عبد الله السعيد انا هقول لحضرتك معلومه يمكن انا كنت ماسك فريق 16 سنه في النادي الاسماعيلي وكان عبد الله السعيد وعبد الله شحات بيلعبوا تحت 14 سنه انا لعبتهم طلعتهم فرق سنتين ولعبتهم معايا اساسيين على بطوله القطاعات على مستوى الجمهوريه وكمان كان جبت احمد فتحي طبعا من بنها كان في مباراه وديه وعبد الله سعيد برضه من بنها لا عبد الله سعيد من المنصوره بس هو عايش طول عمره في اسماعيليه نعم بس هو اصلا من المنصوره اساسا من المنصوره وكان عبد الله طبعا عبد الله مواليد 85 وهو عبد الله الشحات احمد فتحي 84 حسني 84 هو حسني وكل دول يعني 84 كانوا معايا في الفرقه وازاي ان عبد الله كان اربع هو اقل سنتين وبيلعب معايا اساسي ولعب ضد الزمالك ايه اميز مميزاته عبد الله سعيد عنده موهبه من عند ربنا لعيب بيفهم بالفطره عنده مهاره خاصه عنده رؤيه عاليه جدا عنده ثقه في النفس عنده هدوء زي ما بقول لك عنده ان هو ازاي يقدر يصنع هدف يوصل زميله انه يعمل جول وازاي يجيب جول موضوع التمرير سهر من بدري يعني عبد الله سعيد دايما نقول الباسنج سكيلز او موضوع الباس عنده من زمان من زمان وهو صغير وهو 14 سنه عبد الله السعيد وحسني عبد ربه من هم 14 سنه حتى اول مره كنت انا شغال مع كابتن محسن صالح في الفريق الاول وكان معانا اوتاكا وام عبد الله السعيد طلعت مره معانا في الفريق الاول فاوتاكا بيقول لي كابتن ابو طالب عبد الله كان طبعا قصير قال لي ده لعيب كويس قوي وكان فرحان بيه اوتاكا ان عبد الله موهبته باينه من بدري
هل عنده شخصيه كده؟ عنده شخصيه وعنده كره جميله واحنا بنحس ان عبد الله بيبقى فايق. حتى وهو في النادي الاسماعيلي كان حواليه لعيبه كره على مستوى عالي جدا. كان من المهاره الاسماعيلي طبعا معروف البرازيل العرب والكره المصريه وجمهور الاسماعيلي العاشق للكره الاسماعيلويه والكره المصريه. اما راح النادي الاهلي على رتم المهاره في النادي الاهلي اما عبد الله فايق هو في النادي الاهلي ابتدى بقى ايه يدافع، ما كانش عارفها في اسماعيلي هو ده، فبدا يبقى عنده النواحي الدفاعيه كمان اعلى. زي ما بقول لك النادي الاهلي عنده لعيبه كتير جدا كويسه، لكن كان طبيعه لعب النادي الاهلي الايجابيه، مش ما يبص للكره الحلوه قبل الايجابيه والفوز والمكسب. فعبد الله على الناحيه المهاريه كمان. كابتن معلش انا هختلف معاك كده، النادي الاهلي بيلعب باستحواذ وايجابيه الاثنين مع بعض. ما انا لا انا اقول لحضرتك ايه، يعني يمكن الاجيال يعني كابتن بيب والجيل ده كان المهاره عاليه جدا. انت لعبت قدام كابتن بيب. شرف ليا ان انا طبعا كلنا جيل انا مهاره غير عاديه غير طبيعيه. يعني بقول كابتن بيب ده رسول، انا يعني كنت من فرحان جدا وكنت مستني الانتخابات بتاعت كابتن بيب وان هو نطمن عليه وبنبارك له على الهواء. يمكن انا باركت له يوميها وبالليل وبعت رساله لحد حبيبي وقلت له مبروك كابتن بيبو. احنا فرق ساعتين بيننا وبين مصر يعني ما رضيناش ننام الا لما نطمن ان الكابتن بيبو نجح. ان انا يعني كل المصريين بيحبوا كابتن خطيب وانا بحبه جدا وبحترمه جدا وبقدره جدا وبنبارك له ومجلس ادارته بالكامل نتمنى له التوفيق. زي ما بقول لحضرتك كانت المواهب كتير. جينا بقى للنادي الاسماعيلي بنقول للكره الحلوه والكره البرازيليه وبرازيل العرب وجمهور الاسماعيلي العاشق للكره الحلوه. النادي الاهلي فيه ايجابيه وفيه استحواذ وفيه كره حلوه، لكن كره النادي الاهلي بقول لحضرتك ايجابيه مش استعراضيه. يعني كره ايجابيه حلوه ايجابيه. فما عبد الله بيبقى فايق واللي حوالين منه منتخب كمان الله ايوه هو ده اللي انا اقصده. مش بقول لك لا ما هي موجوده، لكن الناحيه المهريه ظهرت اكتر في وجود عبد الله بيعمل اضافه ليها طعم حلو. ده اكيد بال حضرتك عبد الله من اللعيبه اللي فعلا مؤثر سواء مع باص سواء بيجيب اجوان. صراحه ماتش المقصه يعني كورتين في العارضه ما كانش يعني كان غير ما كانش عنده حظ. لكن المباراه اللي قبليها جايب جون عالمي. نعم. جايب جون جميل حتى امام الاسماعيلي جاب جون وعمل جون. ما انا بقول لحضرتك يعني مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراه جميله. الشوط الاولاني الاسماعيلي كان افضل وكان ممكن يسجل ويكسب المباراه. الشوط الثاني النادي الاهلي افضل وسجل وكسب. فكانت مباراه حلوه دائما وابدا. كان يعني حضرتك بقى كويس ان دخلت في موضوع الدوري العام. موضوع الاهلي والاسماعيلي كانت قمه الدوري فعلا. اكيد بص مباراه النادي الاسماعيلي مع النادي الاهلي قمه، مباراه النادي الاسماعيلي مع نادي الزمالك قمه. وما يوم الخميس القادم في مواجهه قويه ما بين الاسماعيلي والزمالك. والزمالك والاسماعيلي احنا شايفها ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك احنا بنقول ايه؟ في وجود المهندس ابراهيم عثمان ومجلس الاداره النهارده بقى لهم سنه او سنه وحاجه بسيطه شهرين ثلاثه قدر يرجع بالنادي الاسماعيلي من السنين اللي فاتت من سابع وسادس للنهارده مركز اول وبينافس وعندهم الطموح وعندهم الجرأه ان هم لحد النهارده الاسماعيلي متصدر. جهاز فني بيقدم رايك ايه في دي صبر؟ انا بقول لحضرتك يمكن هو النهارده بنهنيه ونهني جهاز كله الجهاز ان هو متصدر البطوله كنتائج. يمكن احنا كاسماعيلويه وجمهور اسماعيلي طماعين شويه، احنا بنحب الكره الحلوه وبنحب المكسب. فهو ده اللي يعني بيبقى يمكن الاجانب بيبقى واقعيين شويه. هم واقعيين لك احنا بقول لك على طبيعه جمهور النادي الاسماعيلي. احنا كلنا النهارده يهمنا ان الاسماعيلي يبقى الاول وبيكسب. وفي مباريات كان هو ما بيعملش الكره الحلوه لكن بيكسب، يهمنا في الاول الاداء مش الاداء، يهمنا المكسب لان هو النهارده متصدر. في ماتشات لازم تكسبها وما بتكسبها هي اللي بتعمل لك الفارق، هي اللي بتخليك اول الدوري وتنافس على البطوله. لكن احنا كجمهور اسماعيلي بنحب الكوره طماعين شويه، فعايزين نقدم الكوره الحلوه وعايزين نكسب وعايزين نبقى الاول. النادي الاسماعيلي عنده من اللعيبه او من الذخيره نتكلم على قوام انه يبقى في بدلاء للناس. مثلا واحد زي كالدرون ملوش بديل، واحد زي ابراهيم حسن صعب ان نلاقي له بديل. يعني كان زمان النادي الاسماعيلي بيبقى اللي موجود على الدكه زي اللي موجود في الملعب. هو طبعا كلام حضرتك مظبوط، لكن احنا بنقول يمكن من نهايه الموسم اللي فات الحمد لله احنا انهينا بشكل كويس قوي. قدرنا نوصل من المركز العاشر للمركز الخامس او كنا بينا وبين الخامس اعتقد نقطه. قدرنا نعمل اداء كويس. السنه دي حصل اضافات وفي مراكز فيها لعيبه وفي مراكز
عزيز زي ما حضرتك بتقول كده. لو غاب محمود متولي يبقى في مشكله شويه، لو بعد الشر عواد بعد يبقى في مشكله شويه. عواد نجم الناس مالي الماتشات اللي فاتت كلها، عوده حسني عبد الرب بصوره جميله جدا كقائد النادي الاسماعيلي، كالديرون بيقدم اداء رائع واهداف جميله. لازم بامبو اللي احنا بقى بنقول ايه، شايف ان الاسماعيلي لازم يجيب لعيبه في هناك اكيد هي طبعا طبعا اكيد، لكن احنا بنقول الاسماعيلي عنده يعني في متواجد كالديرون محتاج ان انت مهاجم تاني، في عنده موسى كماره، لكن موسى كماره هو لعيب، ما انا بقول لحضرتك ممكن لعيب مش مهاري، لكن هو لعيب جوه ال 18 ممكن يبقى كويس لو خد ماتشات كتير. اللعيب الافريقي دايما بيحب بياخد ماتشات كتير، ما بيظهرش بسرعه كويس، وكان هو اكتر ما واكتر مثل فلافيو مجد النادي الاهلي، شوف قعد فتره قد ايه لحد ما بقى نجم النادي الاهلي. بس فلافيو برضه جاي النادي الاهلي وهو نجم كابتن، فكان في مثلا اول ما لعب الصورات. اول ما لعب أيوة الناس اعترضت عليه كتير وانتقادات كبيره. برضه جاي بيترو اتلتيكو سجل امام جميل ده برضه كمار، اقول لحضرتك موسى كمارا هداف الدوري الرواندي، هداف الكاس، خد بطوله الدوري مع فريقه، لعيب لازم. ان النهارده في حاجه مهمه، ازارو ناس كتير جدا اختلفت عليه، والاداء ما كانش في الاول مقنع قوي، لكن مع استمرار لعبه وان بياخد بصفه اساسيه وعلى طول بيلعب على طول متواجد في الملعب. انت ايه رايك في ازارك؟ ما انا بقول لحضرتك انا ممكن النهارده انا في مدير فني بيبقى عنده قناعه بامكانيات اللاعب بديله فرصه، وفي مدير فني عندي قناعه ان انا ان اللاعب ده ممكن اجيب افضل منه. فالنهارده انا ازارو اول ما بدا كان ممكن الكابتن حسام ما يدولوش فرصه تاني، صح ولا غلط؟ لكن استمراريه لعبه واستمراريه ادائه بدا يكتسب التهديف، رغم بيضيع اهداف سهله جدا، رغم ان هو الفترات اللي فاتت كان بيجي مهاجمين للنادي الاهلي اجانب طبعا للامانه، يمكن على المستوى التهديفي والمستوى المهاري يمكن افضل، لكن بنقول هو الماتشات اللي خدها دي كلها جاب زي كالديرون 6 اهداف و6 اهداف. ايوه كمان عملت له طفره في بطوله افريقيا. نعم. واحرز اهداف. انا اقصد اقول لك ان طول ما انت رجل اللعيب رجله في الملعب وحاسس مطمن ان المدرب مسانده والمدرب مقتنع بيه وامكانياته بيديله الدفعه، فهو بيزيد وبيطمن وبيتطور اداؤه. هرجع سريعا للعروبه، حضرتك لعبت خلصت نهايه الدور الاول ولا لسه في ماتشات؟ الدور الاول خلص الحمد لله، احنا الرابع في الترتيب 22 نقطه زي ما بقول لحضرتك، بينه وبين الثالث نقطتين. يمكن احنا الثلاث ماتشات الاخرانيين كان عندنا نادي الشباب ده الثاني ترتيبه الثاني، كسبناه على ملعبنا 2-1. بعد كده كان عندنا نادي النصر في ملعبه كسبناهم في ملعبهم 1-0، جالنا السويق على ملعبنا ومتصدر البطوله وده فريق قوي جدا. نعم. في 8 منتخب عمان عنده لعيبه محترفين، 4 لاعبين على اعلى مستوى، قدرنا ان احنا نتعادل معاه على ملعبنا 0-0، وفي اخر رقم ممكن نخطفه في واحده، لكن من 9 بونت خدنا 7 بونت، وهم دول نقلوا لنا نقله كبيره جدا. عايز اسالك كابتن ابو طالب، هنا في مصر اصبح راس الحربه الهداف مش موجود كتير، عندنا اللعيبه اللي تحت الفراوده كتير جدا، هل ده نفس الشيء موجود في عمان ولا في يعني نوعيه لعيبه مثلا المركز ده بتلاقي فيه وفر، المركز ده فيه برضو ضعف؟ هو كلامك جميل وكلام محترم، هي نسبه قليله المهاجم الصريح اللي رقم 9 اللي يقدر يجيب لك اهداف كتير. نعم. بقت نسبه دلوقتي نسبه قليله. لكن على مستوى الدوري العماني، على مستوى الدوري المصري، على مستوى الدوريات العالميه، النهارده اللي بيحرز الاهداف كلهم الاطراف. او المهاجم اللي تحت. نعم. المهاجم الصريح والدليل. نعم. محمد صلاح. نعم. مش مهاجم صريح، هداف فريقه، هداف الدوري، هداف الدوري الانجليزي، هداف كان في روما، هداف. نعم. المنتخب المصري. نعم. في التصفيات افريقيا، في تصفيات كاس عالم. حضرتك بتؤيد ان طريقه اللعب هي اللي بتحدد مين اللي بيهدف؟ اكيد طبعا، هي بتخدم اللعيبه، لان انت كمدرب بتقدر تعمل ربط وتعمل انسجام في الجبهات الهجوميه بتاعتك سواء من العمق او من الاجناب، وازاي المهاجم الصريح بيقدر يوسع ويخلق مساحه للي جاي من تحت منه، سواء الطرف الشمال او الطرف اليمين او المهاجم اللي جاي من تحت منه، وبيبقى في تفاهم كبير جدا بينه كمهاجم صريح وبين الاطراف وبين الناس اللي جايين من نص الملعب، وده مهم جدا وده واضح على المستوى العالمي. الكره العالميه اللي عندك يا كابتن حاسس ان هو لعيب مصري مش عماني؟
والله عندي عبد الله صالح فيروز، ده لعيب يعني محور اداء نادي العروبه، لعيب يلعب تحت المهاجم 10، يلعب 10، يلعب محور، يلعب طرف، هو اللي بيلعب لي الفرقه كوره، وهو اللي بيعلي الاداء الريت. في كمان لاعب عماني طرف عبد الواسع، بيخلوا للاداء جماعي مع يونس كابتن الفريق، مع مازن، مع سمير، مع قلت معتصم وسويني، مجموعه جميله. لكن عبد الله صالح فيروز هو اللي بيعمل يعني الفرق الهجومي. يعني ظاهره ان يجي في الدوري المصري لاعب من عمان؟ ممكن ممكن، يعني انا بقول يعني في لعيبه عمانيين بيروحوا الامارات وبيروحوا السعوديه كتير ويروحوا قطر. النهارده في قطر احمد حديد اللي هو شقيقه سويني حديد اللي بيلعب معايا، بيلعب في قطر، وكان قبل منه، وكانوا يعني بقى عندهم ثقافه الاحتراف خارج عمان، عندهم ثقافه الاحتراف. والاثنين المحترفين دول على مستوى عمان مشهورين جدا، كانوا او احمد حديد، اخواتهم الاثنين صغيرين معايا في فريق الاولمبي، سويني ومعتصم، والاثنين معايا بيلعبوا في نص الملعب، والاثنين ان شاء الله الرحمن بيلعب معتصم منتخب اولمبي، وسويني ان شاء الله يروح منتخب اولمبي، ويوسف ناصر اللي بقول لحضرتك عليه المهاجم، يعني انا بقول مهاجم واعد ممكن ان هو يبقى يحترف في الدوري المصري. في لعيبه كتير عندهم المهاره وعندهم الموهبه، اللعيبه العمانيه يعني زي ما حضرتك سالت السؤال، قريب ممكن لعيبه عمانيين يلعبوا في الدوري المصري. هاجي لحضرتك لنقطه مهمه جدا وتهمنا كمصريين. بدايه انتشار كره القدم في الوطن العربي كانت من المدرب المصري. تمام. الان اصبح هناك منافسه ما بين المدرب المصري والمدرب التونسي والمدرب المغربي. صحيح. في الوطن العربي. صحيح. هل المدرب المصري قادر على الفوز بكل المنافسات مره اخرى في الوطن العربي؟ الحمد لله والشكر لله. وده سؤال برضه زي ما بقول لحضرتك، النهارده احنا من النتائج ومن الاداء ومن الانطباع اللي المسؤولين عن الكره في عمان خدوه عن المدرب المصري، النهارده كان في مدرب واحد موجود في الدوري العماني، الكابتن حمزه الجمل. نعم. النهارده موجود حمزه الجمل، موجود ابو طالب العسوي، موجود الكابتن محمد عمر، موجود عبد الحميد بسيوني. النهارده عن في اربع مدربين مصريين في الدوري العماني. نعم. فمن هنا بنقول ان المدرب المصري قادر على انه يحقق طموحات، على انه يخلي صورة المدرب المصري على مستوى الوطن العربي صورة جميلة، صورة معبرة، ترجع تاني، ترجع تاني إشادة وإجادة، وإن المدرب المصري كفء وقادر ان هو ينافس على البطولات، وقادر ان هو يحقق البطولات على المستوى العربي ان شاء الله باذن الله. هي دي حاجة الواحد دايما بيتمناها دائما وابدا، المدرب المصري مطلع. حضرتك اشتغلت مع مدربين اجانب كتير، استفدت منهم اكيد العديد. صحيح. من الامور. صحيح. ودايما محتاجين ان احنا نشوف المدرب المصري على اعلى مستوى، ان ده في الاول وفي الاخر بيصب على مصلحه الكره المصريه، لانه اكيد هيرجع. صحيح. يدينا خبراته. كلام مظبوط. صحيح. يمكن انا استفدت كتير جدا، اشتغلت مع مستر بوكير وده من المدربين الهايلين جدا، اشتغلت مع كابتن محسن صالح سنه الدوري 2002 وخدنا الدوري دون هزيمه. نعم. واشهرها مباراه النادي الاهلي 4-4. نعم. اشتغلت مع مدرب بين المحترمين والشخصيات الجميله اللي انا بحبهم جدا، اشتغلت مع الكابتن علي ابو جريشه، بعد كده اشتغلت مع الكابتن طارق العشري في 4 سنين في حرس الحدود، وخدنا 3 بطولات في سنتين. زي ما بقول لحضرتك المدربين المصريين حققوا بطولات على مستوى الوطن العربي قديما وحديثا، واللي جاي افضل للمدرب المصري ان شاء الله على مستوى الوطن العربي باذن الله. كابتن ابو طالب يعني سعدت بحضرتك وشرفتني. الله يحفظك. وان شاء الله دايما كده تبقى متالق في سماء الدوري العماني وتاخد الدوري باذن الله. يا رب باذن الله. احنا يعني طموحنا كبير مع نادي العروبه، نادي كبير ونادي عريق عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا، نتمنى نسعد جمهورهم وادارتهم ونسعد نفسنا وطموحنا. بشكر حضرتك وبقول طبعا ان النادي الاهلي والاسماعيلي، جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاسماعيلي، كل الاحترام وكل الحب وكل الروح الرياضيه، وان عوده النادي الاسماعيلي للمنافسه على بطوله الدوري ده شيء قوي جدا. دائما بنقول الاضلاع الثلاثه للكره المصريه، النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، كمان عوده النادي المصري بقاله سنتين ثلاثه، كمان وجود المقصه مع الكابتن عماد سليمان عامل صوره جميله جدا، عامل حاله للدوري المصري. نتمنى ان شاء الله الرحمن باذن الله استمرار النادي الاسماعيلي في المنافسه ومع النادي الاهلي، ويرجع تاني نادي الزمالك والمقصه وامبي وسموحه والنادي المصري اللي طبعا برضه بنحبه ونحترمه جمهوره
نتمنى يا رب الازدهار والتقدم للكرة المصرية، ونتمنى يا رب المصريين الحبيبة كل خير وكل عزة وكل استقرار وأمن وأمان بإذن الله. بإذن الله كابتن مصر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا شكرا. كده فقرتنا خلصت اليوم. كابتن أبو طالب واحد من المدربين المصريين اللي بيشرفونا في سماء الكرة العربية دايما، إن شاء الله كل التوفيق للمدربين المصريين في كل أماكن العالم. كده فقرتنا في استاد الاهلي حتى الان انتهت. بعد الفاصل ان شاء الله هنضم زميلي كابتن محمد فاروق ومعاه واحد من نجوم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي كابتن مصطفى يونس. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديث.